ونحن نعلم ونحن شهداء الله في أرضه أن رجال محايل عسير قدموا شهداء لوطنهم، قدموا شهداء لوطنهم وفاء لهذا الوطن. فبأمثالكم، بأبنائكم، بإخوانكم، بأمهاتكم، بآبائكم تفخر البلاد كلها، وحق لها أن تفخر. وليس بعد الروح شيء يبذل، وليس بعد النفس شيء يعطى. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يخلفهم في أعقابهم بخير، إن ربي لسميع الدعاء.